السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تلاميذ وتلميذات الصف الثاني الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس التربية الدينية الإسلامية للفصل الدراسي الأول. درسنا اليوم بعنوان وحدانية الله. ما المقصود يا أبنائي بوحدانية الله؟ أي أن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد الذي لا شريك له. سنتحدث اليوم في هذا الدرس ونستمع لآية الكرسي، وهي الآية رقم 255 من سورة البقرة. هيا بنا نستمع للآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. حسنا يا أبنائي، هيا بنا نتعرف بعض معاني الكلمات التي وردت بالآية. الله لا إله إلا هو، أي أن الله لا معبود بحق إلا هو، فهو الواحد الأحد. الحي، أي الدائم الباقي، حيا بذاته أزلا وأبدا. القيوم، القائم بتدبير الخلق وحفظه. سنة، أي غفوة. سنة وليست سنة، سنة بكسر السين أي غفوة، أما سنة بفتح السين فهي عام. له ما في السماوات والأرض، أي محيط علمه بجميع الكائنات، ماضيها وحاضرها ومستقبلها. لا يؤوده، أي لا يثقله حفظ السماوات والأرض. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي يعلم كل الأمور الماضية والمستقبلية، ما ظهر منها وما خفي. هيا بنا الآن يا أبنائي لكي نشرح هذه الآية ونفسر ما ورد بها. حسنا يا أبنائي، أود أن أطرح عليكم سؤال. هل سمعتم عن إنسان عاش ولم يمت؟ هل سمعتم عن إنسان استطاع أن يظل مستيقظا دون أن ينام؟ هل سمعتم عن إنسان كل أفعاله صحيحة ليس بها أي خطأ؟ لم نسمع عن ذلك. لماذا؟ لأن الإنسان ليس كاملا. ما علاقة ما أقوله بدرسنا اليوم؟ درسنا اليوم آية عظيمة وردت في كتاب الله تعالى، وهي آية الكرسي. آية الكرسي هي آية وردت بسورة البقرة، وهي الآية رقم 255. هيا بنا نتعرف لماذا هذه الآية أعظم آية في كتاب الله تعالى؟ لأن هذه الآية اشتملت على معان وأوصاف وصفات وأسماء لله تعالى عز وجل. فقد ذكرت هذه الآية من أسماء الله وصفاته الحسنى أولا أن الله هو الحي. الحي يا أبنائي أي أن الله سبحانه وتعالى باق لا يموت. أن الله سبحانه وتعالى باق لا يموت. ذكرت أيضا أن الله سبحانه وتعالى هو القيوم، أي القائم بذاته
أن الله سبحانه وتعالى لا يزول، أن الله سبحانه وتعالى هو القائم على كل نفس، أي أنه يعلم ما تفعل كل نفس من الأنفس وكل إنسان ممن خلقه الله سبحانه وتعالى. لذلك فالله سبحانه وتعالى هو أحق بالعبادة، هو معبود لا إله إلا هو، ليس هناك معبود سواه، فلا يستقيم لنا أن نعبد أي شيء إلا الله سبحانه وتعالى. أيضا من الصفات والأسماء التي ذكرت في آية الكرسي، هذه الآية العظيمة، أن الله سبحانه وتعالى لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، أي أن الله سبحانه وتعالى لا ينام ولا ينعس. وأيضا من الصفات التي ذكرتها آية الكرسي، أن الله سبحانه وتعالى هو المالك لكل شيء، فهو مالك السماوات والأرض، أي أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما مضى وما سوف يأتي، يعلم الماضي والحاضر والمستقبل. الله سبحانه وتعالى يا أبنائي يعلم ما يحدث في الدنيا وما سوف يحدث في الآخرة. لذلك يا أبنائي يجب علينا أن نكون صادقين في أفعالنا وأقوالنا، وأن نعمل ما يقوله الله سبحانه وتعالى لنا، وما قاله لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نفعل الخير، أن نصلي لله سبحانه وتعالى، أن نتصدق، أن نزكي، لكي نفوز بجنات الله سبحانه وتعالى. أيضا يا أبنائي ذكرت في آية الكرسي، أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يفعله جميع المخلوقات، وأن الله سبحانه وتعالى لا يشق عليه حفظ هذه المخلوقات، أي أنه القادر على أن يحفظنا جميعا، فهو القادر على كل شيء. وقد ذكرت الآيات أن الله سبحانه وتعالى هو العلي العظيم، هو القادر المقتدر. والآن لنراجع مع بعضنا صفات وأسماء الله الحسنى التي وردت بالآية. الله تعالى يا أبنائي هو لا إله إلا هو. إذن أول صفات وأسماء الله الحسنى التي ذكرت في آية الكرسي، أن الله لا إله إلا هو الحي، كما ذكرنا سابقا أن الله سبحانه وتعالى حي لا يموت، وهو القيوم القائم بذاته والقائم على كل نفس ممن خلقه الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يا أبنائي لا تأخذه سنة ولا نوم، وقد ذكرنا أن سنة بكسر السين هي النوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا ينام ولا ينعس. الله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض، أي أنه مالك السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الله سبحانه وتعالى يعلم ما نفعل، ما فعلنا في الماضي وما سنفعل في المستقبل. لذلك يا أبنائي يجب علينا أن نتحرى كل أفعالنا، يجب أن نفعل ونعلم ما نفعله، وأن الله سبحانه وتعالى شاهد عليه، لذلك يجب أن نفعل الخير والصواب. لا يؤوده حفظهما، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يشق عليه أن يحفظ جميع خلقه، الله سبحانه وتعالى لا يثقله أن يحفظ جميع خلقه، فهو الذي خلقنا وهو القادر على أن يحفظنا. الله سبحانه وتعالى هو العلي وهو العظيم. فضل قراءة آية الكرسي، هل لآية الكرسي فضل؟ نعم، فقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم فضل آية الكرسي، هيا بنا نتعرف هذا الفضل. لقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبنائي فضل آية الكرسي، وقد أخبرنا الرسول بأن من واظب على قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة استحق أن يدخل الجنة،
فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. إذن يا أبنائي، علينا بعد كل صلاة أن نجلس ونقرأ آية الكرسي لكي نفوز بالجنة كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أن من يقرأ آية الكرسي قبل نومه فهو في حفظ الله، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. إذن يا أبنائي، فيجب علينا أن نلتزم بقراءة آية الكرسي قبل أن ننام حتى يحفظنا الله ولا يقرب منا شيطان ولا نحلم أي أحلام خبيثة، لأننا في حفظ الله كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن يا أبنائي، فكما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من فضل آية الكرسي أن من واظب على قراءتها بعد كل صلاة استحق أن يدخل الجنة، ومن يقرأها قبل نومه فهو في حفظ الله. أستودعكم الله وأترككم في حفظه، وأتمنى أن تكونوا قد فهمتم درسنا اليوم. عليكم بآية الكرسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.